السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم أبو زياد، فن الصيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الديجيتال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ورجعنا لكم فيديو جديد مع أعطال الغسالات الفوق أوتوماتيك، ومعانا نوع من أنواع الغسالات ألا وهو ماركة اليونيون إير. ماركة اليونيون إير دي يا جماعة دايما الغسالة دي مشاكلها كتير جدا 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 جدا، ومش عايز اقول لحضراتكم دي من ارض انواع الغسالات اللي احنا بنشتغل فيها. وانا كفني بصراحة لما باجي اصين فيها حاجة بلاقي فيها 500 حاجة عطلانة. يعني لما الغسالة دي بتحصل فيها مشكلة سواء في الكارتة، زي ما انتم شايفين كده في عطل معانا اهوت، دايما العطل ده بيحصل في الغسالة دي، عطل E6 ده زي ما انتم شايفين كده بيبقى عطل في الميزان او الوصلات بتاعة الميزان او الكارتة. فاحنا بنغير الميزان لو العطل راح معانا، بيبقى المشكله في الميزان. لو العطل يعني ما زال هو بنغير الكارت. هنعمل لها تيست مود ان شاء الله النهارده، وهنعرف حضراتكم ايه هي المشاكل اللي دايما بتحصل في الغساله دي، وازاي ان احنا نفرمط الكارته، وازاي ان احنا نعمل نعرف الاعطال اللي دايما بتحصل في الغساله دي. دايما الاعطال اللي بتحصل في الغساله دي يا جماعه بتبقى عطل E2 E3، ده مشكله بيبقى في سويتش الباب في الغسالات اليونيون اير. طبعا يا جماعة الغسالات زي ما انتم شايفين كده، مشكلة الغسالة دي معايا ان العميل بيقول ان هي ما بتطردش المية وبتسحب مية ما بتلفش. طبعا احنا نفخنا في الميزان، فكينا الميزان ودينا امر للغسالة. مفروض ان انا لما بنفخ في الميزان حضراتكم الغسالة تشتغل. الميزان نفخت فيه اللي هو الميزان او الليفل او الطوافة او الفوشة على حسب بقى الايه اخواتنا الفنيين العرب لما بييجوا بيسموا الميزان مسميات تانية او محدد مستوى المية. طبعا يا جماعة نفخت في الميزان، الغسالة ما اشتغلتش. عرفنا ان المشكلة عندي في الميزان. الميزان دوت طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو، الميزان ده يخلي الغسالة ما تعصرش، ويخلي الغسالة ما تغسلش، ويخلي الغسالة تسحب مية لحد ما ايه يعني المية الدنيا يعني الحلة تملى مية لحد ما تفضل الاخر، وبعد كده تكبها ولا تقوم بالعمل ان شاء الله. طيب احنا في الحالة دي ان احنا بنغير الميزان وبنعمل لها تيست مود زي ما انتم شايفين كده عن طريق زرار اللي هو الغسيل والعصر والباور. غسيل وعصر وندوس على الباور. معلش انا اسف ان انا ايه انا اللي بصور. بتجيب معايا C1، بعد كده بدوس مستوى المية بتكتب معايا C2. المروحه بتشتغل معايا يمين وشمال، يعني انا بدوس على غسيل وعصر وباور، بعد كده بدوس مستوى الميه، بتخش معايا الغساله مرحله اللي هو البرنامج بتاع التست مود بتاعي. طبعا التست عن حضراتكم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه وضع التست مود ده، بنضغط على مستوى الميه لحد ما الغساله بتجمع معايا في الاخر تمام، وتبتدي الغساله تنور وتطفي زي ما هتشوفوا معايا كده. وده بالتالي ده كده وضع التست مود. لو في اي مشكله او اي كود ايرور هيظهر عندي على اللوحه او على الشاشه بتاعتي. طبعا يا جماعه الغساله زي ما بقول لحضراتكم الغساله ديت دايما بيبقى مشاكلها في الجير بوكس، دايما بيضرب بسرعه. طبعا الجير بوكس لما بتيجي تغير، احنا كمان نيجي نغير مساعدين للغساله دي ما بتظبطش، لان الغساله دي دايما الحله بتاعتها بتبقى من فوق زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده وضع التست مود اهو، دي نهايه وضع التست مود، الانوار كلها بتنور تمام زي ما انتم شايفين. فانا بنصح جميع الفنيين ان هم يخلي بالهم من اعطال الغسالات دي، بتحصل كذا عطل في الغساله، فانت خلي بالك لما تيجي تصلح عطل خلي بالك من كذا عطل بعد.